كل يوم كنمروا بهذه العمليه ديال الفحص التقني للعربات مزروبه بالخيول اللي كنديروها تقريبا ثلاث مرات في السنه، كتكون كل اربع شهور كتكون يعني في الفحص التقني للعربات مزروبه بالخيول. كتعرف الفحص التقني كيمر من طبيعه الحال العمليه على حساب الخيل، الخيل واش في صحه جيده، واش ملعود ما كيعراش، واش عنده السن اللي كيسمح ليه انه يزاول الخدمه، هادشي كيكون من طبيعه الحال مقنن ومن طرف دكتور بيطاري التابع للشركه الملكيه لتشجيع الفرس وكذلك جمعيه الترفيه بالحيوان والمحافظه على الطبيعه لاسبانا. كذلك بالنسبه للوثائق من طبيعه الحال كاين الاكريما، كاين رخصه الثقه ديال السائق، وكذلك لاسورانس. بعض الناس كيقول لك واش كلشي عنده لاسورانس، واش عنده البيرمي. من طبيعه الحال كلشي عنده بيرمي، ماشي بيرمي رخصه السياقه، ولكن رخصه الثقه بيرمي كونفيونس، كذلك لاسورانس شهاده تامين اجباريه لكل عربه، وكذلك الفحص التقني. الفحص التقني اللي ما دوزوش العربه كان غير مخصص لها تزاول يعني العمل العادي ديالها بحال جميع العربات. ومن طبيعه الحال هادشي يعني كينتج عنه انه كنشوفوا بعض العربات اللي كيكون الخيل ديالهم مثلا في حاله مزيانه ونقيين الخيل كذا هما كذلك، هادشي من طبيعه الحال يعني كيكون مقنن ومراقب، يعني ما يكونش انسان يعني كيربط العود اللي بغا ولا العود اللي يعني ملي كنشريو العود مثلا من السوق. اول عمل اللي كنديرو هو انه كنديو لاسبانا جمعيه الترفيه بالحيوان وكيشوفوا العود وكيديروا لي واحد براسلي في رجليه، والعود اللي ما كيحملش هذا البراسلي تيكون غير قانوني. ومن طبيعه الحال كان العود في حاله مزيانه تيقول لك سير قضي غراض مشي يخدم. العود اللي من طبيعه الحال شافوه في صحه ما جيده ناقصه ولا ضعيفه راه كيقول لك هذا العود ما يخش يخدم، وكاين اللي كيعاود كيعطيوه تريتمون تقريبا ديال كنجور ولا سميتو، وكاين العود اللي تيقول لك هذا ما يخدمش كاع اصلا. تقريبا كاينه 148 عربه، الا ضربنا ان يعني كل عربه عندها ربعه الخيل، والا ضربنا في اربعه كتعطينا شي 592 خيل اللي كاينه في الجميع. وكاين بعض الناس اللي عنده كاين بعض الاستثناءات، كاين الناس اللي عندهم خمسه وسته الخيل بطبيعه الحال، كاين الناس اللي يعني عندهم امكانيه انه يديروا خمسه وسته الخيل. بطبيعه الحال كتكون مراقبه من طرف جمعيه الترفيه بالحيوان، كتدخل يعني شبه يوميه، يعني كتكون جميع المحطات اللي كتوقف فيها العربات، ومن طبيعه الحال كيراقبوا كيشوفوا العود واش بالفعل واش عندو ديك البلاصه في رجليه، واش حالته مزيانه، واش ما كيعرش وكذا. كنراقبوا الخيول اربعه المرات ثلاث المرات في العام، كل اربع شهور كنديروا فيزيتو. دابا البريمير فيزيت كدار في شهر جوج وشهر سته وفي شهر 12 أو في شهر 10، كتكون مفرقة على 4 شهور 4 شهور 4 شهور. وكنقوموا في هاد لا فيزيت، وحنا جزء من اللجنة المكونة اللي كتشرف على لا فيزيت. اللجنة كتكون فيها الولاية، وكتكون فيها الشرطة، وفيها سبانا، وكتكون فيها لاسوريك، وكيكون فيها ليزاباطوا البلدية. إذا هادو كلهم مجموعة من اللي كتشرف على العملية. هنا كسبانا عندنا المراقبه ديال الصحه الحيوانيه، كنشوفوا العود واش صالح للعمل ولا ماشي صالح، واش تيعرج، واش الحاله ديالو مزيانه يعني ما ضعيفش، واش تيكحب، واش هذه بزاف نشوفوا بزاف الامور. وبالتالي ملي تيكون هو يعني خاضع للمعايير ديالنا انه ما فيهش ما تيعرج ما تيكحب ما ضعيف ما والو، تنديروا له واحد السميطه في رجلو، كيكون بالتالي انه ايدونتيفي وانه يقدر يخدم في المجال السياحي او في المجال ديال ركوب الناس.